بعد الكارثة اللي حصلت. يعني الأكل كان لا بأس به أو جيد جدا. قضينا على قضاء. يعني هو حق شخصين. بس أنا أشوف صراحة توم كان وايد. يعني خلاص فغينا ما في مياه. يعني المفروض يعني هم نظامهم هنا خلاص. يعني لما يجوا شخصين لازم تطلب حق شخصين، ما يصير تطلب بس حق شخص واحد. يعني ما تقلق له ما نفر بس واحد، فتضطر انك تاخذ حق اثنين فيصير تو ماتش. بس يعني ادوانا كان لا بأس بيه يعني. بس الجو انتم اللي تجيبوا، يعني لو دو حمرك ما في ما تخلصوا. الاشياء الثانية خلصناها، البيت قضينا عليه، الفواكه اللي جايبينها، الشاي اولموست بيخلص، الزيتون كان فطور أليم يعني صراحة. يعني من جيت انا تركيا ما كان في الاصناف هذه متنوعة في وجبة واحدة. يعني الشاي لسه موجود مدينة ناس كوبيلين قليلا من الشايات. هذا معسل بعد هنا، ممكن واحد يعسل. احنا الان صار لنا تقريبا ساعة او اكثر من ساعة واحنا جالسين نضغط في الاكل. طبعا هنا عندهم مثل يعني محل حق بيع التحف والهدايا والعطور ومنتوجاتهم. يعني المحل اللي هنا راح نشوف ايش عندهم وايش ما عندهم بعد شوي. نتمشى في ارجاء المقهى وبعدها نشوف شعر نفسي يمكن ادق لي معسله. اوكي احنا خلاص باقي على سفرتنا. يعني بكرة اخر يوم، بكرة الساعة 9 الليل ماشيين ان شاء الله. فنودع في اسطنبول هيك. شاي والشايات قليلة. الحمد لله على النعمة. خلاص السلام عليكم.